متابعينا متابعي صفحه ابو كبير ميديا في كل مكان، اهلا بكم في بث مباشر جديد من داخل محافظه قنا. احنا النهارده معاكم من مركز نجاح حمادي شمال محافظه قنا مع الشيف همام طبعا، اللي طبعا اتجاه مخالف تماما لمؤهله الجامعي، حاصل على كليه التربيه قسم تاريخ ولكنه اختار مجال الاكل، واصبح من اشهر طبعا شيفات اللي بيعملوا بيتزات وكمان فطير اسكندراني وشرقي. هنتعرف عليه ونتكلم معاه عن هذه المهنة. عرفنا بنفسك كده. معك الشيف همام من نجاح حمادي. اهلا بيك يا شيف همام. احكي لنا عن الاول دراستك، انت حاصل على ايه؟ انا خريج كليه التربيه قسم تاريخ جامعه الازهر. كمان اتجاه مخالف تماما لمجالك يعني التعليمي. مهنه الاكل مهنه جميله، فالواحد حبها يعني وربنا كرمها. تمام. احنا شايفينك بتعمل، انت هتعمل ايه دلوقتي؟ دي فطيره فراخ شرقي صغيره. تمام. يعني متابعينا زي ما شايفين الفطيره رقيقه جدا لدرجه ان الفخامه ظاهره. تمام. دي على حسب طلب الزبون، في زبون مثلا بيطلبها فراخ صدور، لا انا عايز فراخ شيش، انا عايز فراخ ستريبس. دي فراخ شيش. دي فراخ شيش. تمام. تمام. ليك كم سنه في المهنه دي يا شيف همام؟ انا ليك بالظبط ان شاء الله 13 سنه في المهنه. ما شاء الله 13 سنه. ايه اللي بتقدمه في المطعم عندك هنا؟ يعني المطعم ده ليه كم سنه اولا؟ المطعم ده هنا في نجاح حمادي ليه سنه ونص. تمام. انا هنا في المطعم ده بعمل فطير اسكندراني وفطير شرقي. تمام. ده الشرقي. ده الشرقي. تمام. الشرقي بيبقى عطوا الجبنه بس من جوه مع الحشو بتاعه. تمام. وعلى الوش بياخد فيض وقار وجبنه رومي. تمام. والاسكندراني بيبقى الحشو كله جوه الفطيره، بتبقى الفطيره دي متقفله وتخش الفرن زي ما هي كده. تمام. انت بتعمل بيتزات برضو في بعمل البيتزا الايطالي. وبعمل المكرونات اللي هي الوايت صوص والريد صوص. تمام. وعندي فطير حلو. تمام. اللي هو بيبقى شوكولاته قشطه وعسل سكر. تمام. شوكولاته موز اوريو الكلام ده. تمام. وبعمل الكريبات، عندي برضو الكريب. كريبات عندك برضو؟ عندي الكريبات، الكريب العادي والميكس والكلام ده كله. تمام. طيب المجال زي ما اتكلمنا مختلف تماما على دراستك، ايه اللي خلاك اتجهت للاكل؟ ومن امتى؟ كنت في سنه كام كده؟ احكي لنا قصه اول بدايتك مع الاكل. يعني كنت في اولى كليه، يعني كان الموضوع عادي معايا. تمام. كنتش لسه نزلت شغل، اللي هو رايح مثلا من الصعيد على القاهره، رايح يدرس، ياخد مصروف من ابوه كل شهر. تمام. الكلام ده. ربنا ما عرفش ان انا مثلا ان انا انجح في سنه اولى كليه فصقرت. فبرضه كنت لما جيت في سنه في السنه اللي بعدها طبعا كنت جاي في الشقه، طبعا ما كنتش معرف ابويا ان انا صحيح. عشان ما يزعلش ويقول لي حرام ومش حرام، وزي ما انت عارف الابهات يعني كده. فكنت نازل في ست مواد وكده، فايه كنت على طول جاي في الشقه يعني ما بروحش مكان، فجاء واحد صاحبي قال لي تعالى انزل معايا شغل. تمام. فقلت له ماشي. نزلت في مطعم كنت ستيوا، كان الكلام ده في 2010. تمام. كنت ايامها باخد 30 جنيه، كنت بشتغل 12 ساعة. تمام. بس 12 ساعة بقى ايه، تحت ورد. تمام. فكنت دايما بشوف الشيف اللي هو بيعمل الشغل الفطير الاسكندراني، كانت يعني انا كان في كشري وفي مشويات وفي مش عارف ايه وايه 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 وحاجات كتيرة قوي. تمام. فكان دايما كنت بشوف الشيف بتاع الفطير والبيتزا، كانت عجباني مهنته. شغل العجين بقى شغل مريح نفسيا بصراحه يعني. تمام. فبقيت اساعده في حاجات، اعمل معاه انظف له الفرن مش عارف ايه، بحيث ان انا اتقرب منه ويعلمني حاجه يعني. تمام. فالمهم جاء في يوم كده ايه، كنا شغالين بالليل. تمام. فالثلاجه بتاعت العرض الجزيز اتكسرت. تمام. فجاء بيقول لي يا شيف انا لو يا همام انا لو قلت ان انا اللي كسرت الجزاز ده هيخصم عليا المرتب بتاعي، وزي ما انت عارف طبعا مرتب الشيف اعلى من مرتب الاستيوارد بكثير. تمام. فقلت له يعني اعمل ايه؟ قال لي خدمه اخويه بس يا صاحبي، هو كان اكبر مني يعني ايامها بخمس سنين ست سنين كده يعني. تمام. فقال لي خدمه اخويه تقول ان انت اللي كسرتها، ولو خصم مرتبك انا هديها لك. تمام. وهوديك مكان تتعلم فيه اكثر واسرع. فانت قلت خلاص اخدمه خدمه بصوت خدمه. فقلت خلاص ماشي، طالما انا همشي من هنا واروح مكان اتعلم فيه حاجه صح مش مشكله. تمام. فقلت له خلاص ماشي. تمام. فجينا زي كده، فما حد يعني صاحب المطعم بصراحه ما خصمش على حد ولا حاجه، وهو وفق وعده معايا، فايه وداني عند واحد كان اسمه الشيف نصر. تمام.
انت بتعمل طبعا الطلب على حسب الطلب، كل شيء على حسب الطلب. يعني الاوردر بيجي ما ببقاش مجهز، يعني بيجهز على طول. بيجهز يعني مثلا حتى المكرونه دي تمام بتتعمل في الطاسه، يعني بيبقى البشاميل بتاعها جاهز في الطاسه، تمام. بعد كده احط عليها الجبنه، بعد كده ادخلها الفرن. تمام. بدات بقى يا شيف تمام، رحت مكان تاني وبدات تتعلم. بدات اتعلم دي مع الشيف مصر ده، كان شغال معاه، كان برضه بيعمل بيتزا ايطالي وفي اسكندراني وفي شرقي والكلام ده كله. بدات معاه ان انا اعجن ازاي، اعمل البشاميل ازاي، اعمل اللحمه المفرومه ازاي، امسك السكينه ازاي، اقطع ازاي، الكلام ده كله. تمام. قعدت معاه بالظبط سنه ونص. تمام. السنه ونص دي لميت حاجات كتير يعني من عنده، وكان ناقصني حاجات كتير برضه. تمام. فلما قلت له انا هسيبك يعني وهروح بقى اشتغل في مكان تاني، عايز اشوف نفسي بره يعني، هو زعل. لان انا قعدت معاه فتره وكنت شايل معاه المكان، فهو برضه كان بيعتبرني زي ابنه او زي اخو الصغير. تمام. يعني بيعتمد عليه في حاجات كتير، كان بيسيب لي المكان كتير. تمام. يعني مأمنني على المكان. تمام. انت لازم تحط الزيت طبعا قبل ما تبدا. عشان اعرف اهو في اساسي. تمام. فقلت له معلش سيبني بس اجرب الحظ بره، لو جيت نفسي كده هيرجع لك تاني. تمام. ولو استنكت في حاجه كلمني عليك، كلمني انا هاجي لك واقف معاك. فقال لي انا مش واقف معاك في حاجه، وروح جرب نفسك بره. تمام. بالفعل جربت حظ بره في مكان ده خمس شهور، في المكان ده سنه، في المكان ده مش عارف ايه، لحد ما اتمكنت بقيت يعني ايه في المهنه كويس جدا، يعني اللي هو الحمد لله يعني انزل في اي مكان. كنت مثلا لما بقعد في مكان بسمع فيه بسرعه. تمام. يعني انا لما نزلت هنا نجي حمادي، طبعا انا غبت عن البلد في حسبه 10 سنين، ما كنتش انزل غير كل سنه مثلا اقعد يومين ثلاثه مع اهلي وامشي. تمام. فلما جيت فتحت المطعم دي برضو الحمد لله سمعت مع ناس كتير، ومع في نجي حمادي يجي على الشيف همام. تمام. خلاص يعني اعتمد الشيف همام، لا الشيف همام في كل الشيف، في كل الاسكندراني او المكرونات او الكلام ده كله. تمام. بس ففكرة المطعم دي جت برضو بعد تعب طويل في القاهرة، يعني انا قعدت فترة كبيرة يعني في اسكندرية، برضو اشتغلت في اسكندرية فترة. فقلت خلاص بقى افتح لحالي يعني. وبالنسبة ان انا كان معايا برضو اخواتي برضو لين في مهنة الاكل، كان معايا اخويا محمود في المشويات والشغل السخن والكلام ده كله. تمام. وكان معايا اخويا الشيف عبد الرحمن برضو، كان معايا قاعد معايا 3 سنين في القاهرة، علمت شغل اشتغل في الكريك وتعلم الكريك وبقى بسم الله ما شاء الله عليه. تمام. فخلاص احنا كوننا فريق عمل. فريق عمل انتوا الاخوات مع بعض؟ احنا اربعه كوننا فريق عمل. طب ليه انا مثلا بفريق العمل ده مثلا ما افتحش حاجه انفع بيها نفسي وانفع بيها اخواتي؟ اكيد طبعا. في حس ان البلد في ظروف ان ما فيش وظايف، ما فيش شغل، طب هشتغل منين؟ هاكل نفسي منين؟ هتجوز منين؟ مثلا اخواتي دول بدل ما احنا مثلا كل واحد متغرف في بلده، وكل واحد متغرف في مكانه، كل واحد بيبعد عن اهله، طب ما انا مثلا حتى لو المشروع اللي انا هفتحه ده هيوكلني ويشربني، بس مش هكسب من وراه، ده في حد ذاته نجاح. اكيد. تمام. عشان خاطر ان انا مثلا قاعد في بتاعي وشغال في بتاعي. اكيد طبعا في ملكك. وبرضه في نفس الوقت بتفرق ان مثلا صحاب المحل هم اللي شغالين بايديهم، غير لما اكون انا جايب صنايعي وشغال. طبعا انا كنت ساعات هغيب عن الصنايعي، مثلا هروح اجيب حاجه منه صح. انا ما اضمنش مثلا هيبقى ظروفه ايه في الشغل، هيعمل ايه في الشغل، هيهدف في بضاعه، هيظبط ايده، مش هيظلم حد في الشغل. تمام. فاتكونت انا واخواتي وجينا اتكلمنا، كان يعني معايا والدي كان رافض في الاول تماما يعني. قال لي لا مطاعم لا، مش هتمشي في نجا حمادي، احنا هنا في الصعيد كذا كذا كذا. قلت له لا احنا هنفتح مطعم. دعموك اخواتك يعني؟ دعموني اخواتي وقفوا معايا يعني، وخصوصا اخويا باشمهندس احمد يعني. يعني وقف قصاد ابويا يعني، حتى شد مع ابويا فيها، قالوا لا خلي همام يفتح. هياخد اخواتي معاه وهيشغل اخواتي معاه وهيظبط الدنيا. وهينجحوا سوا. هينجحوا سوا. اكيد طبعا اكيد. فتحت احكي لنا كده يا شيف همام، معلش انت بتعمل ايه بس عشان متابعين يبقوا فاهمين معانا ده ايه اللي بتعمله؟ دي فطيره شوكولاته، تاخد كاستر من جوه. ده كاسترد؟ تمام. دي المكرونه بقى لما تطلع من فوق. دي المكرونه؟ تمام. المكرونه دي بقى على حسب طلب الزبون، عايزها فراخ، عايزها لحمه، عايزها سجق، عايزها سوسيس، اللي هو عايزه. تمام. دي فطيرة شوكولاتة المفروض حطيت لها كاسترد من جوا. تمام. احنا شايفين بتعامل مع الفطيرة بكل سلاسة يعني، ما مش صعب عليك التعامل.
بس كده تدخل الفرن. تمام. دي الفطيرة الشرقية دي لسه برضه ايه؟ لسه احنا شايفين حطيت لها بيض و تبقى واخدة بيض واخدة جبنة رومي واخدة خضار على الوش. تمام. مش هيحمر شوية أكتر ولا بس. فالحمد لله ربنا كرم في الأول المطعم. تمام. ربنا ما أرادش الأول يعني إن أنا أنجح و... بس كان اختبار برضه من ربنا. أكيد طبعًا ونعم بالله. قعدت فيه بتاع 5 شهور كان في شغل والكلام ده كله بس ما كنتش ظاهر للناس، ما كنتش شايف الناس، ما كنتش الناس شايفة المحل كويس. فكنت خلاص مليت إن أنا قعدت 5 شهور هلم العدة بتاعتي و... ومش عارف اقول لابويا ايه يعني. طبعاً. انا يعني مش عارف ارد ابويا اقول له ايه. خفت انك انت يعني يقولك فشلت في اول مره تفتح مطعم وكده وخصوصا الناس اللي في البلد القرايب يعني مش عايز اوري وشي للناس ولا اقول لهم ان انا مثلا فشلت او الكلام ده كله. تمام. فسبحان الله قال المحل ده السبب ان انا ما اقولش ان انا فشلت او ان انا حتى قفلت المحل او الكلام ده كله. تمام. خدت المحل ده برضه ووضبته وظبطته وسبت التاني وكانت بدايه النجاح ده من المحل ده. اكيد طبعا. فالحمد لله فتحت المحل ده وبرضه اخواتي فشلت وسندوني ووقفنا تاني وفتحنا المحل ده وربنا كرمنا ونجحنا فيه. يعني ما شاء الله من سنه ونص لسه مستمرين يعني. وتعرف الاسم هنا في مدينه نجاح حماد. نعم. وتعرف الاسم في مدينه نجاح حماد. الحمد لله. يعني حتى كان الاسم مختلف يعني انا مثلا اسامي شعبيه او الكلام ده كله. يعني حتى الناس بيقولوا لي لا دي الفطيره تبقى من تحت اهي لازم تاخد سوا تاني. تمام. من فوق تبقى وشها محمر كده. تمام. في ختام البث المباشر كده شوف همام احكي لنا عن احلامك الشخصيه، انت نفسك في ايه يعني بعد ما فتحت المطعم لك سنه ونص والحمد لله ناجح فيه؟ وانا والله بصراحه يعني نفسي اكبر من المطعم يعني نفسي افتح فرع واثنين وثلاثه لان انا كان حلم حياتي ان انا افتح مطعم وربنا حقق الحلم ده.